السيدة الرئيسة المحترمة. غادي نبدأ بالسؤال ديال المساعدة التقنية. تدار واحد البرنامج نطلقوا فيه نخرطوا فيه واحد المجموعة الجهات ستة الجهات اللي وقعوا اتفاقيات، ولكن مع الأسف تنعتبروا بأن ذاك البرنامج مازال ما وصل للنتيجة اللي تنطمحوا لها، وداك الشيء علاش مشتغلين مع وزارة المالية والمهندسين المعماريين باش نعاودوا الصياغة ديال هذاك البرامج وتكون فعالة أكيد وتوصل النتيجة اللي تنطمحوا لها. فيما يخص العالم القروي في جوج إشكاليات حقيقية، كاين المشكل ديال العقار، تتعرف الخصوصيات العقار، كيكون واحد السيد ساكن سنوات والملك ماشي ملكه، والوكالة الحضرية ملزمة باش الملك يكون بسميته باش ترخص ليه. الوكالة الحضرية مقبوطين بالقانون، ما نكذبوش على بعضياتنا، مقبوطين بالقانون. وكون على يقين سيد نائبي لما دخلت للسياسة على حاجة وحدة باش نساهم في تحسين حياة المغاربة، هذا الشيء علاش دخلت للسياسة. الجرأة كاينة، النضال كاين، الإرادة كاينة، وراه غادي نتقاتل وانت نتمنى الله وتقسمتي بالله حتى انا غنقسم لك بالله ان شاء الله باش هذا القانون غادي يدوز وانا في هذه الوزارة، لان كاينة رغبة وإرادة سياسية قوية باش نتجاوبوا مع سكينة العالم القروي. ما باقيش تحس بهذيك الحقرة اللي تتحس بها اليوم وظروفها، خصها تحسن على الأقل، نعطيوها قانونية ديال البيوت ديالها ونعطيوها السلامة اللي تستحق.